نضال حمزة دو كانديدا شي ما يوقفهم معاهم عشنا السرعة القوة وإذا واحد فيهم سبق الآخر مش بعيد وراه تتفرجوا في الارينا حلقة غير عادية دو كانديدا مهبلة معايشين سوسبانس يقطع نفس وقريب نعرفوا شكون منهم باش يكون البطل سيارة ما عادش فيها هذيك ضربتين بهين فرين برافو تحت الحجرة الأولى وكدبر راسك لازم كل واحد على روحه لهنا في الأرين كل واحد على روحه نيكست نفلاش حمزة مازال عندك شانس مازال عندك شانس حمزة الفلاش راهم هم سهلين فيهم برشا تقنيه هاي تعرفش مازال ولا تعرفش مازال ولا هذا الأوبستاكل هذا الأوبستاكل في آخر الباركور نضال يسبق حمزة ويفوتوا بأوبستاكل أما حمزة الظاهر أنه الـ 120 كيلو متاع سماش تعبته حمزة حبيت تورينا مهاراتك البدنية في التقليب أما رصاتك ضيعت بها برشا انرجي خاطرك تاوى تلعب مضروب تلعب بليسي تلعب بليسي قاعد أما هذه هي الجرين هذه هي الأرينا مازال ما ضرب حتى مازال ما طيح حتى دبوس وسع بالك مازال ما ضرب حتى دبوس مازال عندك شانس مازال عندك شانس صدقني اضرب لي شيره اللي من هنا تشوف اي هذيك اضرب انا لهنا شوف باش نعاونكم نزوز اما انا نحب شويه الجرين تلخها اهبط يهبط اعطيني اي زيدني ذا اما ما تخليش تو حشتي بيك حمزه والله حشتي بيك اي مازالش كسر الدنيا هذه لارين لارين هذا هو اللي لازم يصير فيها حاجتي بيه السيناريو هذا والله حاجتي بيه السيناريو هذا انا حاسس ان انت مش تخلص حاسس ان انت مش تخلص يدير برافو نفس لهنا نفس التعب نعرف ما نهاوش ولي حاجتي هالصدرك الفوخ اعطيني الشبده ما عادش تنفس شد الفس كي تضرب مازال ما طايح حتى دبوس اضرب قول ماينه قول ماينه وارتاح قول ماينه قول ماينه وارتاح اضرب اعطيني ماله زي ضربه اخرى قويه ضربه قويه ركز هذه في الهواء مش هذه ركز ركز ركح ركحها ما تضربش الخيط اشتر القوة الضربة قاعدة تسيب فيها في الهواء اعطيني ركح اضرب لي ضربة باهية تو ابو سيء ما عادش برشا ما عادش برشا ما عادش برشا ما عادش برشا حمزة قاعد تضرب في الهواء صدقني لا رينا حاجتها بيك صدقني لا رينا حاجتها بيك راك تضرب في القفل وتضرب في الحديد طيح كعبة برك غافو ربالك ربالك استنى غافو غافو سي هاك خلط ليجا حط لهنا عندك عندك روتار بدبوس حط هاشتي بالتعب هذا هاشتي بيه التعب هذا ما تنساش اللي ينجم ما يلقاش البيرسوناج وقتها انت عندك ثلاثة دقائق مش تخلط عليه لهنا انت شو تعبت؟ لا 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 ما حكيش بيه هذا يا تو لا لا برافو ها لهنا بديت دخلت في زون تاع الخطر دخلت في مرحلة الخطر يا حمزة أمان فيقلي أمان أمان عندك ثلاثة دقائق ضربت كان فلاش لهنا ركز 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 روعة مازال عندك شانس البيرسوناج متاعنا اليوم معروف أما هو ما نتصورش كان يعرف الاسم وانت زاد عندك فكرة على الاسم ولا ها
اشبت زيد اشبت زيد اشبت زيد اشبت امان وصيتكم انا قلت لكم لهنا شدوا نفس شدوا لي نفس يحقروها هذه الاوبستاكل هذا يحقروه العباد اما من بعد التعب من بعد الباركور الكل سي با ايفيدون سي با ايفيدون نعرف الممثل ولا عاش لسه لازمك تعرفه مال لازمك تعرفه والا لازمك تطيحها توا مش تضيع له وقت مرتين نضربها مرتين يضربها متاح برافو برافو كمل الباب سجلي حمزه حمزه مازال عندك شانس يا بسم الله اغزلف لهنا حاجتي بيك حاجتي بإيلان ما تحقرهاش راح يتزلق حاجتي بإيلان به هذيك الحصيله الاولى اللي ماهوش هو ماهوش هذاك لازمك تشد فيه مازلت نجم راه ما يعرفش البيرسوناج راه قالها كاريمون حمزة قالها كاريمون ما عنديش اسم البيرسوناج معناتها تفيع انكور 3 مينوت لهنا عندنا ان غانيون اما ان غانيون نو كا بارتيغ دو لا عندنا رابح لهنا اما يلزم يعطي اسم البيرسوناج سينو عنده 3 دقائق سي بون توب كرونو طب الكرونو هاني شت فيه عندك الاسم ولا سامي شكون سامي سامي نعرف اسمك غال ثلاثة دقائق إذا ينجح فيهم حمزة ويطلع البيراميد على شرط يكون يعرف اسم شخصيتنا لليوم يكون هو الرابح خليني أقول لي الغرور شوي متاع حمزة هو اللي خسره أنا ما حشتيش بالسلتو هذاك حشتي بالبوزل يمشي البلاستو برافو لهنا سي دو سيريو اتفزعيك خسر نعرف اللي اتفزعيك خسر كمل الباركور متاعك بعد تشقلب بعد اعمل اللي تحب لهنا خليني نقول لك اللي مازالك دقيقة ونص دقيقة ونص ما عندكش حتى محاولة مش ترتاح ما تحبش ترتاح ارتاح لو انت لا ما تحبش ترتاح وتعطيني الاسم لذلك توا دقيقة وشوي سفيان نفس سي با غاني سي با غاني ما زلت ما ربحتش ما زلت له دبوزة واحدة يخلط عليك عنده اسم البيرسوناج أنت خاسر أنا كيفك نعطي شوية محاولات ما تعرفش عليها سفيان لازمني اسم ولقب زياد لا اسم ولقب حتى شيء ما هو سهل في الهرين كان جاي اسمه سفيان بركك ربحت أما لا دبوزة واحدة هي اللي تفصل حمزة على كلوش الفينال والتو مازال مكبش وباقي حاول زعم الثواني الأخرى تكون معاه خمسة وعشرين عشرين خمستاش عشر ظلم هذا ما عرفتش البيرسوناج كان هوني ثلاثة دقائق برافو لحمزة يعطيه الصحة استنى ثلاث بيرفورمون ومعلم ديجا حمزة يعمل برشا فازات أخرى أبار سالتورة ويطير معناه ما شاء الله عليه مية لا غالب السول غليسون تتزلق وهو زلق طاح عمري ما طحت في سالتو البرة يمكن توا مش مركز وعملتها بزيد و... سافا ان شاء الله مره اخرى هولا اي غانيو بابو نيدار بابو سا بابو ميرسي Merci pour ce beau spectacle. Aman. Distanciation, Loulé. Aman. Merci pour ce beau spectacle, Abed Nicole.
نضال ربح نمشيو للبنات من اللي ريتو. يا 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 برافو برافو. حاب نقول حاجه بركه لهنا، انا نعرف شنو اللي خسر وهو توا مش يقول معايا اللي كلامي عندي فيه الحق. شنو اللي خسر؟ زيد سالته عملت الزايد ولا ليه؟ سي دوماج، انا شتو فوايي شتو فوايي غرامبي حتى للاخر. نيفار مي نقول لك حاجه، برافو برافو بور سو بو سبيكتاكل، برافو. والله اسمع، زلاتان تونس صدقني مش تخرج ليك، زلاتان تونس اخسي عندي ولا عندي مش عارف. حمزه اصحاب صح عليه، نمشيو مع بعضنا للبنات. كيفاش نعملوا ترانزيسيون باش نمشيو للبنات؟ خلي عليك ياسين تونا شتاني، بعد سبيكتاكل العالمي مع الاولاد باش نمشيو مع طرح البنات، والشو مازال متواصل في الارينا. قرعة التورناد وشكون اللي باش تكون المترشحة الأولى بين مايا اي وي ام. القرعة عطاتنا مايا وي ام للتورناد الأولى. هاي البنات وي ام مايا وي هم نشوفها بو سبيكتاكل. واضح. واحد اثنين ثلاثة توب. ذكركم راهي التاي ما عندها حتى قيمة، الفرصة لهنا ما عندها حتى قيمة. جويني ويئيم enseignante d'éducation physique تخرجت سنة نريني جيمناستيك وعاملة كوتش بريفي، انا بوكسوز وممبر في ليكيب ناسيونال. قلت بوركوا با معناها نمشي نشارك فيها، فيها الحاجات اللي انا نجمهم الكل. واو compétition avec dit à des vrais sportifs comme femme ou les sportifs comme homme ou on a plus quand même les filles c'est déjà notre fait la compétition alors attache une scène sport film sport ou danse à la base ama بعد هلا 14 سنه نحب نشوف روحي مزلت نجم لي كومبيتيون هذه ما يفكروني بالكروس فيت. حضروا روحكم حضروا روحكم من غير حيال. توب بابو بابو ويام بابو ويام ترشحت معنا من الفخور مايا قلت لها فيها لك مش نعود ايه وي باش تعودها. ويام هي اللي ترشحت ومايا باش تعاود التورناد مع ايه. Je suis une personne ambitieuse qui aime faire beaucoup de choses dans la vie. Habite Monsieur Rekbaras, mais Watich m'a dit l'occasion. Donc, quand j'ai vu la bande annonce, comme si on a été battu, c'est bon. Il est génial, il est narrate. Le sport, je suis magro ma vie. La femme est une zgira. Avec les chalines, nous les coachs de spinning. Inch'Allah, nous allons back ce matin ou na nakra théâtre. مرحبا بك. هي ما نعرفش علاش مره في وجه ستريسي شويه فهمت. بون ما لازمكش تتعب مع هذا، ما تتوجعش، سيكوريتي افون تو، اربط الاحزمه كما يقولوا وانا بقى توب. علي 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 اسمعني لهنا تو نحب الجرين مايا عندك اخر شانس اخر شانس اخر شانس مايا العلم الاوبجيكتيف تاعك العلم، لا سيبل نتاعك هي العلم. توب ما
برافو معايا هذا القلايب انت العباره تفاهم ولا تفاهم هاي الحمد لله عليك لبس لبس باه يا مايا رغم كل شيء نجحت وترشحت باش تلعب ضد ويام في الباركور والله تخمم في كل شيء مع بعض وان فيت لازمك تخمم في العالم وقتاش تنحز السانتور وقتاش لازمك تقف انا اللي ما خلانيش نقف هو عرفت العين الكل عليك وتفكرت هكا كلام صحابك عملوا عليك فهمت دونك ولا بعد التورناد توت سويت باركور لارينا البنات حاضرين؟ حاضرين مايا ما هيش مش تكون عندك فرصة واحدة أخرى كيما الكرسي حبك تعطي لي عندك ويام الجرينت 1 2 3 توب برافو برافو ميسيرج خسر شوية وقت ما تتركبيري برافو premier buzz شو ما نعرفوش نركبو بوز انت صغار عاد هذوم ايش عاد هزو من هنا انت تبعتها هذه هي هذه التتبيعه مش به مو التتبيعه مش به هذه الغلطه الاول عندي غلطه ديجا اوبستاكل البرويتا 30 متر في 2 3 شكاير كل واحده توزن 15 كيلو لازمهم يوصلوا الخط النهايه لهنا باش يبدا التعب ايش مره هستاولول لهنا مش تبدأوا تتعب برافو جيم بيان لو ريتم جيم بيان لو ريتم اما نحبكم نكملوا هك عندكم لي زيكزيرسيس هذوما في البوكس عندكم لي زيكزيرسيس هذوما في البوكس هاي ديرني ساك dernier sac. هذا فيه 15 كيلو. شاي ما فيه. اي. وديت ايغاليتي. هذا اللي حاجتي فيه. الرخليه. 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 البوزل نتاعي سيوصل. هاي. ما ضيعش وقت. ما ضيعش وقت ما ترتاحوش ما ترتاحوش من طرق هاي كوف من طرق الفوق هذا وقت ضيع فيه هاي كان من طرق الفوق في الحرف رجع خليها هلا بالمطرقة باقي عندك لوح المطرقة ما عادش تدور فلا هي ويام لازمك تزرب شوي هذيك ما هدفها الحديد هاي جبت الروتار بتاعك جبت برافو برافو وزيت هاي كاليتي فازل فازل متاعك فازل 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 متاعك بديتو تتعب ولا برافو برافو ويام هاي جيم بيان لو ريتم
في اللعبة متاع ليزانو بالنسبة للبنات لازمهم يقمروا على بعد 3 متر أكهو. لهنا 85-811 كرهبة فما في اللعبة. أبعث SMS في حرف A نجم تربح الكرهبة. أكثر من 60 مليون زومة سي اون اس يو في حاجة باهية برشا. هاي شي ما فيها راه شي ما فيها صدقوني شي ما فيها اللعبة هذه. هذا ما يسميش اوبستاكل، هذا يتسمى لعبة. جيت باش نفرهدكم لهنا. جيت باش نفرهدكم. برافو الأولى أنا يا الويام. هذا شكرا. تايا راه تايا قضيع في الوقت على روحتي. ويام ما هي جاية مش تلعب. منين جيت ويام؟ أنت وين تسكن؟ مدينة الجديدة. مدينة الجديدة. الكل مش يكونوا فخورين بيك، أنا نقول لك. يا رب مش من بعديك تستنى فيكم الفرشيكة مع بولدور. باهي، أي. دوزيام سيرسو لهنا عندي راه. برافو. دونك دو سيرسو لوي إم، سيرسو واحد المية. هيا مية، هيا عاد. خذ وقتك، أما ما تضيعش وقتك بالعربي. برافو، ليش؟ سي كملت. سيرة هي كمل ليه عاد امشي قول لا ما ترخش اسمع كلامي ما ترخش وركز ركز بدل الرمية متاعك اعمل الرمية الاولى كما تفاجئت اللي وريتها لي انا اللي مركبته وانا هنا ولا يا لهنا بيان سور عندك 300 متر علو لهنا كمل كلها طبعة وماء ماذا بيا ما تمسش الطبعة تمس الطبعة تعود من جديد ما فماش كلمة باس لهنا في الأرينا ما فماش كلمة باس ما فماش راحة زادة من الأول راه لهنا ما عندكش حق مش ترتاح خاطر مش ضيع بيه وقت الكل ما فماش كان دي زيبخوف فيزيك موش كان لبدن الياع حتى المخ عنده قيمة لهنا برافو دوسمون مي سيغمون هذه هي دوسمون مي سيغمون يعطيك الصحة ويان دور رجعت لكلامي اي اي شعر كمل هكاك كمل هكاك كمل هكاك هي ما زالت في الوبستاك اللي بعده ترى نجم تروح الكهرباء معناتها كيلكو باغ اقرا حساب برشا حاجات يس يس هذا هو برافو الاخرين الاخرين هيا مان دوسمون مي سيرمون وي ام توصل لاخر المانكي بارز من جهه ومايا من جهه الاخرى مزرلها انو واحد زعما تخلط عليها وينك وينك اعطيني برافو هذه هي هاو كوراج هيا كوراج جوا عندي مشكلة هي التلمون صغيرة لازمها تطلع فوق الفاز الكل ويني أبو هز فاز لاي يعطيك الصح أبو هاي فما تفرشيك من بعد مع بولدور توا تمشي للمانكي بار وياه مراك ماذا بيا لهنا تخدم مخك شوية قد ما تزرب قد ما انت باهي خاطر الاوبستاكل اللي عندك من بعد ماهوش سهل الحجرة اللي متكسرها من بعديك فيها 80 كيلو للبنات دونك انا كيفك لهنا نزل في ساقي هو على الزيت الاوبستاكل اللي فما على اليمين هما بيدهم اللي على اليسار كيف كيف دونك ما فماش علاش انت هذا ما تعديش هيا ان بو دو ريتم البنات
Un beau truc. Allez, t'inquiète. تعب تحب ترتاح ها نرتاح تعب طبعا ما نرتاح شبيك وبعليك عم نمشي هريك حدو من البداية بعديك العجيز العجيز شبيك تدي سنة شو بهم تدي سنة برشا ها ليام مش كي عبيت الله ليام قول لها قداش عمرك 22 ايه ايش مش تخلي اللي اصغر منك يتعداو خلطت عليها خلطت عليها ما عادش صدقني خلطت عليها صدقني خلطت عليها هيا الاخر الاخر يا ربي يا باه باه فاتت هيا لا مازالت كيفك انت بالضبط ان سول بلو بالشاك كوتي رد بالك لهنا ابعد من بعديك هكا سي بون هاك سبختها لهنا برافو هذه هي الارينا هذه هي الارينا ايه يا صحيح تو صحيح دونك مرايتك عطشته هاتيها ضربه من البرودوي التونسي نتاعنا ضربه من البرودوي التونسي اللي باش يعاونك لهنا تشوف سي بواسون انرجيتيك ما شاء الله ويام جغمه واحده الكل ترى جغمه واحده جغمه واحده من البولدون ايه ماذا بيك تضرب شوي نحس في المطرقه اكبر منك اما مش مشكل لهنا باش نخليكم وحدكم شوي باش نشوفك شنو اللي تنجم تعمل اقوى اقوى لهنا نحب نشوف القيمة نتاع التاي القيمة نتاع البدن انت الدوبل نتاعها في البدن معناتها لهنا يلزمك انت زادة تكون اسرع منها في التطيح نتاع الحجرة هذه سي بابو باهي ضربة هذه باهي ضربة هذه باهي بيان سور نحب نذكر المشاهدين اللي الحجرة هذه مش كيما الحجرة متاع الولاد بيان سور هذه أخف هذه فيها أكثر رمل كان تحبوا توقفوا لهنا قولوا لي بدل التكتيك اضرب شوية على جناب ركحها وركح انت بكل كونسونتخ توا لهنا كونسونتخ توا برون طون طون ما زالت هي راه ميم سي نقول لك اللي كسرت اكثر منك ما ضرب على جناب نحيل الروح نتاعها ما ثماش مطرقه اصغر ولا راني جبتها لك دونك اسمعني ركز 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 حاجتي بيك مش تكمل اللي بخوف الكل ما حاجتيش بيك مش تضرب ركز امورك ركز امورك القوة هي الكل في أبستاكل الحجرة والبنات الزوز عاتين ما عندهم ما ترخش بعد الفاصل نعرف شكون منهم باش تتغلب على السماش